اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل نسيان رمز التحقق بخطوتين تيليجرام. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. أداها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تيليجرام خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تيليجرام، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيليجرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط